الأهلي ما فوتش أبو جبل في معسكر المنتخب وتعرض للظلم بسبب صفقة جابسكي، ومحمد صلاح قريب من الانتقال للدوري السعودي. الإعلامي سيف زاهر بيكشف مفاجآت مثيرة لأول مرة على الهواء، مش هتصدق اللي قاله. جدل كبير اتسبب فيه الإعلامي سيف زاهر في الساعات اللي فاتت بعد ما اتكشف عن مفاجآت مثيرة لأول مرة عن صفقة محمد أبو جبل ورغبة الأهلي في ضم اللاعب. مش بس كده، لكن كمان في مصير محمد صلاح من الانتقال للدوري السعودي. سيف زاهر قال إنه كان جزء من موضوع انتقال محمد أبو جبل إلى النادي الأهلي واللي ما اكتملش الأسباب ما، وإنه عارف الأمر لأنه رئيس مؤسسة كبيرة وكان الأهلي سيتعاقد مع حارس من نادي. وقال سيف عن قصة أبو جبل: الأهلي اتظلم ولم يتفاوض مع محمد أبو جبل في معسكر المنتخب المصري، وكان في تفاوض من قبل الأهلي مع البنك الدولي، وشقيق أبو جبل كان هو الذي يقود المفاوضات من مصر. الأمور لم تكتمل لأسباب ما تخص النادي الأهلي. وكشف كمان عن كواليس إعلان الكابتن أحمد شوبير تفاصيل الانتقال قبل بداية مباراة مصيرية لمنتخب مصر، وقال: ما كنتش هعلن قبل نهاية المباراة، عندي وجهة نظر وهتستنى بعد الماتش علشان ما أثرش على اللاعب. سيف زاهر اتكلم كمان عن مصير محمد صلاح في الاستمرار مع الريدز او الانتقال للدوري السعودي، وقال: الصفقة الاكبر التي انتقلت للدوري السعودي هو كريستيانو رونالدو، ومن ثم نيمار، ومن ثم بنزيما، وانه في حالة انتقال محمد صلاح للدوري السعودي سيكون الصفقة رقم واحد بالسعودية. وكشف سيف مفاجأة مثيرة وقال: محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب المصري يقترب من اللعب في المملكة العربية السعودية، وفي حالة انضمام صلاح للسعودية ستكون تكون أهم صفقة في الدوري السعودي. وقال كمان سيف إن حجازي واحد من اللاعبين المهمين في الدوري السعودي وليه دور مؤثر ويتواجد منذ سنوات طويلة، وهو اسم كبير خلال الفترة الحالية. الإدارة في السعودية نجحوا ووجهوا الموارد المادية بشكل رائع، كان سبب في ظهور الدوري بشكل جيد. كمان اتكلم سيف عن تحديات مجلس إدارة الزمالك وقال: كل ما وعد به مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي قالوا، وعلشان نبتدي نشوف نتيجة ما أعتقدش إن هو قبل سنة، لكن الناس ماشية بخطى كويسة. مشاكل الزمالك لن تحل بين ليلة وضحاها، بل هي بحاجة إلى سنوات كثيرة، لأن النادي عليها أموال كتير وهناك أزمات مادية. اللي جاي أكيد صعب، وهم داخلين وعارفين إن هي مهمة انتحارية، وأكيد اللي جاي مش سهل وعايز فكرة برا الصندوق، ولازم يفكروا في الحتة التانية بشكل كبير، لأنك عايز رقم كبير جدا في السنة ما يتخطى المليار، فلازم يشوف الموارد اللي هيدخل منها. وأعتقد إن هو مجلس بفكر استثماري واللي جاي هيكون أفضل. لكن يا ترى هل فعلا ينضم محمد صلاح للدوري السعودي؟ وهل سيكون الصفقة الأهم بالنسبة للدوري السعودي بعد صفقات الشتاء الماضي؟ خلينا نشوف.